تهدى عنب. وهنا يا دي العجب يا مانا فرعان، طلبت اشوف حسنها كشفت لي عنب. صارخت قلت المدد، صارخت قلت المدد ولا نفع عني. صارخت قلت المدد ولا نفع عني. جيتي برضك، قلت اشوفك قبل ما تروح لابوك، ما تاخدني معاك اشوفك. ربنا يسهل. تيجي ناخد مأذون ونروح لما تكتب كتابنا. مش خايفة من كرم؟ بصراحة خايفة. وهنعمل ايه في الخوف ده؟ مش قبل ما اخويا كرم يسحب. سلام. ايه اكتر حاجه بتخاف منها يا شحده؟ الضلمه يابا. عاوزك ما تخافش من حاجه، تبقى ناشف، ولما تزعل والدنيا تلف بيك خد نفس كبير ما تطلعوش، تقفل عينيك. الدكتور مؤنس هو اللي كان بيقول انه بيعمل كده عشان يعرف يقعد مع ذاته. حط عينك على نجمة وصاحبها، عمرك ما تحس انك لوحدك. زمان جاني عيا كبير قوي، جابوا الدكتور يكشف عليا، قال لهم ده هيموت، رماح واتدريت من الموت ورا الفرن بتاعته، قلبوا علي الدنيا وانا متداري بالموت. نمت شفت الموت بيضحك لي بيكلمني، لقيته صغير قوي ولطيف ولونه ابيض زي خروف العيد، ومن ساعتها طلعت من ورا الفرن وانا مش خايف من الموت ابدا. يلا قوم اتهوى اشرب شاي. قوم. خليني معاك يابا، يمكن تحتاج حاجه. لا قوم، عاوز اقعد مع ذاتي شويه. تعرف ابو سيد بتاع العصير ليه 2000 جنيه؟ تروح تديهم. تفوت على عمك نبيل في الحسين ليه 100 جنيه؟ مش عاوزك تزعل من الدكتور مؤنس اللي ما زرنيش، ده تعبان. ابوي بيقول لك انه زعلان مني، بيقول لك هو هيزورك لما يخف. اعذرني يا ابني، انا ما قدرتش ازور، انا كمان تعبان مسافر اتعالج. شد حيلك يا ابني. شد حيلك يا شحاته، انا ما قادرش ادي معاك واسيب اختي لوحدها، سمعت الخبر طبت من طولها يا عيني. الله يرحمها يا شحاته. انا جايه معاك يا شحاته. انت ايه اللي دافك؟ انت مش عيانه في البيت؟ لا انا مش عيانه، كرم حبسني في البيت يا شحاته. خلص يا شحاته، مش طرنا طويل، بلاش اللي عايزك يربيك. ايه اركب مع ابوك. يلا عمرك ما شايف الشارع برجليك تاني يا بيش. في ايه يا واد عمي؟ دول اهالي الناس اللي اتحرجوا في مسرح بني سويف، جايين قافلين الطريق. اطلع يا محمد. ابويا روح يا ناس.
فيه بوي ميت بقاء الله. افتح الطريق، افتح وسع. كان الامان والسند والنظرة تكفيني. واخواتي يا هل ترى حيكونوا راح مني ولا القساوة في قلوبهم على وشيتي. فين ختم ابوك يا شحات؟ اهو اهو. شكرا يا حبيبي، بس ابويا قال لي ما تديهوش لحد. خلاص يا شحتي، ابوك ما عادش ليه كلام علينا. عشان تكون فاهم، من النهارده في كلام تاني. مات الكلام ده حميك يا شحات. ابويا ما ماتش. ليه هاد انت؟ انت ما بقيتش ليك كبير ولا ايه؟ من النهارده بالجزمه زي دي، انت فاهمه؟ ابن الكلب يا ابويا. مش كلب ابويا، مش كلب. انا حوري كان كبير. انت اللي كان انت اللي كان ايش اللي كان انت اللي كان انت اللي كان انت اللي كان انت اللي كان وغلاوه ابوك عندك. انت اللي كان وغلاوه ابوك عندك. بعد عنهم، احب على يدك يا اخوي، احب على يدك. بعد عنهم، بعد عنهم. رد بقى يا هاب، رد علي. ها انت زعلان عشان اخواتي متضايقين مني؟ انا مش عايز ازعله، اصل طالب كان عايز يضربني، وسالم يقول لي اللي كان بيحميك اللي كان بيحميك مات. ده حمار مش فاهم حاجه. قول لهم انت ياب، قول لهم اني بحبهم، مش عايز حاجه. ليه كل ده ياب؟ يمكن عشان كتبت لياب طب اسمي فاكرهوني، ولا يمكن عشان امي مش امهم. بس انا ما اقدرش اعيش من غير اخواتي يابا. هو في حد في الدنيا بيقدر يعيش لوحده؟ أبا أبا رد علي يا طالب، يا سالم، يا نجاح. أبوكم مات، أبوكم ما بيردش علي. اسمع يا بنتي، لو حد فينا شافك في حتة تانية هيقتلك. تشوف لك ده هتتدارى فيه، وحلال عليك الفلوس اللي خدتها من ابوك. مش مصدقينه ليه؟ شحاته صرف كل ما لم معانا خرجت ابوه. اكتم يا بنت، مالكش صلاح بينا. والخدمه الشريفه يا طلب، لو ما جاش معانا ماني راجعه معاك. اهي جاكي لكمه. غور يا ابو، غور يا سالم. انا ما تحركش، خش انت يا بنت. نايميها يا بنت نايميها. يا شحاته مش خايف، تعالى مش ابوك يا ولد. يلا خلاص، حسبي الله ونعم الوكيل. يا شحاته طلب، يا طلب الحق يا طلب. محمود ولد الدكتور مؤنس جه من السفر وفتح البيت وقاعد فيه. الدكتور ما جاش معاه؟ لا مش راجع، بيتعالج في امريكا. خلونا في المهم، فين بقيه اخواتك؟ قصدك شحاته يعني؟ شحاته بجد مصلحه في البلد. طب انا عايزه معاكم. نجيبه يا باشا، نجيبه سهل. ايه ده؟ ده اسطول ده. دي فيلا ده توم ونس. ايه يا باشا، مدخلها منين؟ اها جوه هنا. ايه الحكايه؟ حكومه؟ مش عارف، انا رايح لمحمود بيه. محمود بيه، محمود بيه، في ناس عايزين جنابه. مستر امباسادور، يا ويلكم. ده سفير دولة أجنبية عايز يشتري الفيلا، وطبعا هو عايز يشتريها بالدكانة بتاعتكم، لأن مش معقول بيت سفير يبقى فيه دكانة فاكهة.
انا عايزكم قبل ما تردوا تفكروا كويس، لان هم عارضين مبلغ كبير، عارضين عليكم 1,000,000 جنيه. بس انا مش مكتم يا بنت. موافقين يا باشا ان شاء الله. كويس، بس شحاته لازم يكون موجود ويمضي معاكم. نجيبها باشا ونمضيه، يعني بسيطه.